كما هو متوقع في الساعات الأخيرة في المرحلة الأخيرة من عمليات القتال عادة، وفي ظل الحديث عن قرب التهدئة والاتفاق، تزداد عمليات الضغوط المتبادلة، وهذا ما تفعل إسرائيل الآن في لبنان وفي بيروت، فيما كانت إسرائيل قد هدمت 20 برجا في الحرب اللبنانية الثانية عام 2006. حتى الآن على ما يبدو حسب تقرير الإسرائيلية على الأقل هدمت نحو 200 برج في بيروت، وتستمر عملية الضغوط، وهذا يرتبط بقرب عملية توقيع الاتفاق، لا سيما والحديث يدور عن تبادل المسودات الآن. وهناك بند جوهري خلافي حول موضوع انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان بخلاف ما كان عليه في اتفاق 1701، وإسرائيل تحاول أن تفرض ذلك، رغم أن هناك أوساط في الرأي العام تقول أن هذا عملية إدخال إصبع في العين. لن تجد هناك دولة في العالم تقبل بأن توافق على مثل هذا الاتفاق، أن تنتهك سيادتها في مثل هذه الحالة. هذا إضافة إلى صعوبات تواجهها إسرائيل في الميدان في الجنوب، في الحملة البرية التي باتت مكلفة كما تدلل أرقام الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. وهناك الآن يعني تقارير متناقضة في إسرائيل حول وصول هوخشتاين، هناك من يقول أنه قد أرجع الزيارة، هناك من يقول أنه سيأتي إلى بيروت غدا.